بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبنا اللي في الثانوية، ربنا معاكم يا رب ويوفقكم ويحقق لكم أحلامكم وأمالكم. أنا مؤمن إن الطريق الأسرع لتحقيق أي نجاح في الدنيا هو اكتساب الخبرات من الناس اللي أوريدي حققوا النجاح ده، وعشان كده أنا بسجل الفيديو ده لأن ربنا كرمني الحمد لله. أيام ما كنت في الثانوية، أنا كنت اتخرجت 2013. أعرفكم بنفسي الأول، أنا معاذ عادل، أنا طب بشري جامعة الأزهر. أنا كنت الأول على المحافظة في الثانوية الأزهرية، كنت جبت 651 من 650. أنا بحاول هنا في الفيديو ده إن أنا أنقل كل خبراتي المتعلقة بالثانوية بوجه عام. كوني كنت في الثانوية الأزهرية، ده أتاح لي إن أنا أخد كم كبير جدا من المواد، وبالتالي تقريبا معظم النصايح اللي هقولها هتنفع لي سواء للتربية والتعليم أو للأزهر، لأني كنت باخد رياضة 2 وباخد أحياء وباخد مواد شرعية وعربية وقرآن. فمن غير أي رغي كتير بقى، خلينا نبدأ في الفيديو. الفيديو ده أنا هحاول فيه أجاوب على الأسئلة المشهورة، زي مثلا أذاكر بالكتابة ولا لأ، أنا بسرح كتير أعمل إيه، بنام كتير أتصرف إزاي، أذاكر لوحدي أفضل ولا أذاكر مع أصحابي، إيه أفضل وقت للمذاكرة، أسئلة زي كده. وكمان حاولت إن أنا في الفيديو أحط أفضل الطرق و افضل الاساليب اللي انا استخدمتها وكانت مفيدة ليا اثناء الثانوية. اوكي، ازاي تبقى ناجح في الثانوية؟ اوكي، ده تبقى السلايد الاولى. اول حاجة لازم تعرفها ان انت لازم تكون محدد يعني ايه ناجح بالنسبة لك. زي مثلا ان انت في علم علوم او علم رياضة او ازهر، لازم تسأل نفسك ايه تعريف النجاح بالنسبة لك. واحد في مثلا معظم الإجابات اللي بسمعها لما بسأل واحد السؤال ده، لو هو علم علوم بيقول لي مثلا إن أنا نفسي أدخل طب مثلا، علم رياضة بيقول لي نفسي في هندسة بترول أو هندسة هكذا. لكن ده أول اختلاف كنت بحسه في الثانوية. أنا ما كانش الهدف الأول كلية قد ما هو ان انا كان هدفي اني اجيب 100% وبعد كده ادخل الكليه اللي انا عايزها، وخاصه في الازهر انت متاح ليك تدخل اي حاجه سواء طب هندسه اي كليه انت نفسك فيها طالما ان انت جايب مجموع كويس. ففي نفس الفكره انا حابب اي حد في الثانويه ان هو يحط عينه على المجموع، وبعد كده لما يكون جايب مجموع كبير يقدر يدخل الحاجة اللي هو نفسه فيها. القرار ده يرجع له بعد كده مع أهله ومع نفسه ويفكر فيه براحته وهكذا. تاني حاجة عايز أتكلم فيها إن أنت دايما لازم تسأل نفسك ليه. في كان قصة مشهورة قوي عن واحد كان قاعد تحت شجرة، فواحد عدى عليه فقال له انت ليه قاعد هنا كده، ما تقوم تشتغل ولا تعمل اي حاجة. فالراجل اللي قاعد تحت الشجرة قال له طب وانا اقوم اشتغل ليه؟ قال له عشان تجيب فلوس. قال له طب واجيب فلوس ليه؟ قال له عشان تجيب مثلا عربية ويبقى تقدر تجيب شبكة، لان دلوقتي طبعا شبكة غالية بتاعه، وتروح تتقدم وتتجوز الست اللي بتحبها. فقال له اعمل كل ده ليه؟ قال له عشان تجيب عيال وتجيب بيت كبير وتقدر تعيش حياة سعيدة وتبقى راجل سعيد. فهو قام قال له طب ما انا دلوقتي قاعد وسعيد وفرحان. فانت القصة او الحكمة من القصة دي ايه؟ ان انت لازم تبقى عارف ايه اللي هيحقق لك السعادة. لو انت جيت دلوقتي مثلا سألت اي واحد في الثانوية انت بتذاكر ليه؟ نادرا نادرا لما تلاقي واحد هيدي لك اجابة واضحة ومحددة وصريحة، زي مثلا انا بذاكر عشان ادخل طب، عشان اطلع انفع مثلا الاسلام والمسلمين وانفع الناس المرضى، وده بيخدم غرضي في ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى، لان ده في الاخير هيحقق لي السعادة الحقيقية اللي هو ان انا استحق دخول الجنة. دي مثلا بالنسبة لي انا شايفها الاجابة المثالية. لازم يبقى ليك هدف محدد وصريح بتبني عليه اي هدف
اي قرار بتاخده في حياتك. اوكي، معلش مقدمة ممكن تكون مملة شوية، بس من اول هنا نبدأ في ايه تريكات. اوكي طيب، انا في الثانوية ايه اللي انصحك بيه؟ ما تتوقعش ان انا هدي لك مثلا كبسولة سحرية، فعلا انت لازم تذاكر. اوكي، بس هنا بقى خلينا نتكلم عن الاختلاف في طريقة المذاكرة. اوكي، اول حاجة انا هقسم الكلام لثلاث محاور رئيسية. اول محور اسمه اجتهد مع على نفسك، والمحور الثاني هيبقى اجتهد مع الله عز وجل، والمحور الثالث هيبقى اجتهد على الناس. ده المحور الاولاني اللي هو انت ايه اللي ممكن تعمله مع نفسك وتغيره في نفسك بحيث تبقى المذاكرة بتاعتك فعالة اكتر ومفيدة اكتر. اول حاجة ان انت لما تيجي تذاكر تحل اكتر وتقرأ وتذاكر اقل، وده بنسميه سمارت نوت هارد. الصورة دي بتقولك ايه؟ ان انت تقرأ بسرعة، على بتقرأ المواضيع بسرعة. في حاجة اسمها القراءة السريعة، في الانجليش بيسموها SQ3R method. ال S بتبقى ل survey، ال Q ل question. بيتهيألي هيبقى أفضل لو وريتكو، لو شفتوا معايا مثلا. أوكي، ال method اسمها SQ3R، يعني R R R. أوكي، ال S ل survey، ودي بالعربي معناها استطلاع، وده مهم جدا. يعني لما تيجي تذاكر اي مادة حاول الاول ان انت من باب الحب ان انت تستطلعها. اوكي، زي مثلا ان انت عايز تذاكر كيمياء، او زي مثلا ان انت عايز تذاكر عربي، او عايز تذاكر مثلا درس النصوص ده دلوقتي، او درس الادب. حاول ان انت في اول تعامل ليك معاه ما تتعاملش معاه على اساس ان هو درس هتذاكره، لا، اتعامل معاه كانك بتقرا جورنان او بتقرا قصه او ما شابه، وبتحاول بس تطلع عليها، انت مش مطالب ان انت تمتحن فيه ولا حاجه، ده اسمه سيرفي. اوكي، تاني حاجه بعد كده ان انت بتعمل ان انت بتسال كويشن. بتسال كويشن بمعنى ايه؟ زي مثلا ان هو ال كان مثلا نص لاحمد شوقي بيتغزل في فلانه الفلانيه، فانت تبدا بقى تسال كويشن، يا ترى هو مثلا بيتغزل فيها ليه؟ هو مثلا كان بيحبها، ولا هو مثلا كان بيحاول يغيظ واحد صاحبه، مش عارف ايه، وهكذا. تبدا تحط الاسئله دي في دماغك وانت ايه، وانت بتتصفح بسرعه. بعد كده بتيجي الخطوه اللي بعدها اللي هي ريد. انت بتبدا تقرا بحيث تبدا تقرا الحتت المعينه اللي تجاوب على الأسئلة اللي انت حطيتها لنفسك. فلو انت مثلا كنت سائل مثلا السؤال اللي هو يعني هي مين الفلانة مثلا اللي هو أحمد شوقي بيتغزل فيها، فانت هتقرأ الحتة زي مثلا مناسبة النص أو ما شابه اللي هتجاوب لك على السؤال ده. بعد كده انت بتحاول تقرأ يعني بالتفصيل، وبعد كده بتدخل على الخطوة اللي بعدها أو الآر اللي بعدها اللي هي بتبقى ريسايت. ريسايت معناها التسميع، او ان انت تبدأ تحفظ. وده مهم خاصة في الحاجات اللي هي زي الادب والنصوص والبلاغة، الحاجات اللي بتحتاج حفظ. لكن اللي اهم من الحفظ ده اكيد الار اللي بعدها اللي هي ريفيو. الحاجات الرئيسية، على فكرة كنت في مقال لسه قارئه قريب عاملاه، الميديسكيب ده موقع مشهور جدا طبي، وكان بيتكلم عن المهارات الرئيسية اللي مفترض تبقى عند أي طالب طب عشان يبقى عنده مذاكرة فعالة. وكان من ضمن الخطوات، وكان كاتب 5 خطوات، الخطوات معظمها بفضل الله اوريدي انا كنت بستخدمها في الثانويه، ويبقى منها حاجات، لكن اللي انا عايز اتكلم عنها دلوقتي الخطوه اللي هو كان بيسميها فيما معناها يعني مراجعه كل ساعه مثلا تقريبا، او كل وقت قليل. لو انت مثلا كنت بتذاكر ادب ونصوص وبدات تمسك النص من بدايته وخد معاك وقت مثلا حوالي 8 9 ساعات، حاول ان انت كل ساعتين تراجع على اللي انت ذاكرته في اول ساعتين، ثم تاخد ساعتين تانيين مثلا وتبدأ بعد كده تراجع على الساعتين التانيين.
ما تأخرش المراجعة لآخر اليوم لأن أنت أوريدي هتوقع حاجات في النص، لكن المراجعة المستمرة على مدار اليوم هتسمح لك إن أنت تحتفظ بالمعلومات بطريقة أكتر. أوكي، ده بس يعني زي كلام بس سريع للـ SQ 3R، لكن احنا هنرجع بعد كده للـ presentation بتاعتنا. دي أول حاجة، إن أنت تقرأ بسرعة تستطلع المواد. بعد كده الأكتر حاجة أنا بنصح بيها أي حد في ثانوية أو أي حد في أي عملية تعليمية في أي مرحلة من مراحل حياته، حل كتير. بعد ما تذاكر حل، بعد كده حل تاني وحل تالت وحل رابع وخامس ومليون مرة. شايف الراجل اللي تحت ده؟ مين فينا هو بيذاكر ما فجأة كده أم ما نامش من كتر الكتاب، من كتر من هو زهق من القراءة؟ ومين فينا مش اللي فوق ده اللي هو بيبقى سرحان ومش طايق الكتاب؟ لكن شايفين الراجل ده؟ الراجل ده ايه؟ عمال يحل كتير ومركز في الكتابة. كلنا عايزين نبقى ده، وده هيجي بان انت تحل اكسرسايزز كتير. كل ما تحل كل ما هتثبت المعلومة كمان. ليه تحل اكتر؟ تحل اكتر لان الحل بيثبت المعلومات، خاصة الازهر، الجماعة اللي في الازهر. الحل احيانا بيبقى الطريقة الاسهل، لان الازهر بيحب ان هو ينقل من الامتحانات، وبالتالي بتلاقي الاسئلة المتكررة اللي بتيجي في الامتحانات بتيجي السنة اللي بعدها وتيجي هي تاني. وعلى فكرة التربية والتعليم برضو بيحصل نفس الكلام ده، يعني مش امر يعني غير اعتيادي ولا حاجة. فعشان كده الحل بيثبت لك المعلومة، بيخليك تبقى مركز. وكمان دي المعلومة التانية اللي كانت موجودة في المقال بتاع ميرس كيب اللي كنت لسه بقول لكم عليه من شوية. كان في حاجة أو نظرية اسمها تيست انهانسد ستادينج أو تيست انهانسد ثيري، ودي بيقول لك إن أنت مش محتاج إن أنت تقعد تقرأ كتير وتذاكر مرة واتنين وتلاتة الدرس، أنت محتاج بس إن أنت تقرأه قراءة سريعة وبعد كده تبدأ تحل عليه، او تبدا تقراه في صوره سين وجيم، لان دي الطريقه اللي بتثبت المعلومه اكتر في دماغك من ان انت تقعد تراجعه او ان انت تقعد تذاكره مره تانية. اوكي، بعد كده هيبقى ان انت لازم يبقى جنبك ساعه. انا كنت دايما بحب اقول حل اكتر، حل بالساعة، حل امتحانات. دي ليه حل بالساعة او ليه يبقى جنبك ساعة؟ عشان تقدر track your goals. معنى ان انت لو انت مثلا حاطط جول ان انت تخلص درس النصوص ده في خلال ساعة، لو انت جنبك ساعة هتبقى بعد نص ساعة عمال تبص في الساعة، يا ترى انا خلاص قد ايه؟ اوبا، لا ده انا اتبقى لي لسه شوية حلوة، لازم اضغط على نفسي عشان الحق اخلص قبل الساعة بتاعتي، وهكذا. طول ما انت حاطط ساعة جنبك انت اوريدي بتمونيتور يور تايم، معنى ان انت شايف الوقت بتاعك وبتعمل حساباته، وبالتالي ده بيقلل سرحانك وبيزود قدرتك على ان انت تحقق انجاز اكبر في وقت اقل. اوكي، فلازم يبقى جنبك ساعه دي. اوكي، خد اي ساعه من البيت كده نزلها من الحيطه وحطها في الاوضه بتاعت المذاكره بتاعتك. الخطوه بعد كده ان انت تحل امتحانات. حل امتحانات كتيره جدا جدا على قد ما تقدر. سواء كنت تربيه وتعليم او ازهر، حل الامتحانات مفيد فوق ما تتخيل. بمعنى ايه؟ انا مثلا قبل الثانوية، سواء كنت في الإعدادية أو السنتين الأولى من الثانوية، أولى وتانية ثانوي، كنت أحيانا ببقى مش مذاكر المادة وباجي قبل الامتحان بأسبوع ولا حاجة أقوم قارئ المادة، وبعدين بقوم ماسك الامتحانات على طول. بعد ما أقرأها أمسك الامتحانات، أنا مش فاكر حاجة بس أقوم ماسك الامتحان، ألاقي الدرس مثلا بيبدأ يجيب السؤال الأولاني، أقوم راجع للدرس تاني وأقوم واخد المعلومة اللي بتجاوب على السؤال بتاع الامتحان وأقوم كاتبها مثلا، أقوم حافظها وأدخل على السؤال اللي بعده، وهكذا. أول امتحانين تلاتة بيبقوا صعبين طبعا وبيبقوا مرهقين لأني أوريدي مش عارف المعلومات، لكن بعد كده بعد 4 5 امتحانات بلاقي إن المعلومات بتبدأ تتكرر، وبعد كده بلاقي نفسي ببقى حافظ. الغريبة ان انا كنت بدخل
الامتحان بتاعي في الفاينل او نص السنة او اخر السنة، وعلى الطريقة دي وبفضل الله برضو كنت بطلع من الاوائل يعني، او كنت بجيب درجات كويسة جدا. فحل الامتحانات مفيد في ان هو بيجيب لك او بيقول لك من اين تؤكل الكتف، اوكي، هو بيقول لك من اين تأتي الطعنة يعني لو هم وحشين، اوكي. فانت تبقى عارف الاسئلة بتاعت الامتحانات. انا كان ليا اصحابي حريتة مذاكرة في الثانوية يعني، كانوا بيذاكروا اكتر مني وكانوا يعني ليل نهار على الكتاب، الا انه اوريدي لما كان بيحل كان بيحل غلط، بيحل من كتب مثلا مش مهمة او اسئلة مش مهمة، ما جربش يشوف الاسئلة بتاعت الامتحانات عاملة ازاي. وبالتالي لما جاء اخر السنة فوجئ ان الستايل بتاع اسئلة الامتحانات غير الستايل اللي كان متعود عليه، ودي كانت صدمة بالنسبة له، ما قداش كويس. اوكي، ده للازهر بس مش للتربيه والتعليم، سلسله المرشد طبعا مشهوره جدا، مفيش طالب في الازهر ما يعرفهاش. اللي انا بس عايز اقوله هنا ان المرشد كان يعني سؤال مشهور قوي بتساله، هل اذاكر من كتاب المدرسه ولا اذاكر من المرشد؟ انا بالنسبه لي انا نفسي كنت بذاكر من كتاب المدرسه، وبستخدم المرشد كنوع من المراجعه او قراءه سريعه كده كترتيب للافكار بس وبتاع. لكن المرشد مراجعة نهائية، كتاب ممتاز جدا سواء للتربية والتعليم أو للأزهر. الكتب دي مبذول فيها جهد كبير في إنها تتحط في سورة سين وجيم، وإنها تحتوي على أسئلة ممتازة، وإنها تحتوي على أسئلة الامتحانات، وتحتوي على تلخيص للشباتر سواء مثلا فيزياء أو كيمياء. لكن مرشد أحياء وحش، أوكي، دي بوينت كويسة، بس عشان مرشد أحياء غريب وفي معلومات قديمة ومش حلوة خالص. لكن مرشد فيزياء كان ممتاز جدا، وكمان زمايلي اللي كانوا في التربية والتعليم كانوا لما بيبصوا فيه بينبهروا، لأنه منظم وجميل، وفي أسئلة اوريدي كانوا بيعتبروها صعبة. مشهور أصلا عند التربية والتعليم إن أسئلة الأزهر فيزياء بتبقى تريكي شوية، أوكي. بنصح إن أنت تكون جايبه من السنة اللي قبلها، لو انت يعني اللي بتفرج على الفيديو ده في تانية ثانوي، حاول لو انت في اخر تانية ثانوي تجيب المرشد المراجعة النهائية، لانه بيبقى صعب انك تلاقيه في بداية السنة لو انت في تالتة ثانوي. وافضل ان انت تبدأ تستخدمه كنوع من supplemental جنب الحاجة اللي انت بتذاكر منها، بمعنى ان لو انت مثلا خلصت شابتر كيمياء مثلا، شابتر الحساب الكيميائي او الاتزان الحراري، مش متهيألي الأسماء اللي أنا بقولها دي صحيحة. بعد ما تاخد الشابتر ابدأ حل عليه أو ابدأ اقرأ الأسئلة اللي على الشابتر وتلخيص الشابتر في المرشد. لو أنت تربية وتعليم، في كتاب الامتحان، في كتب زي كده برضو. أنا طبعا بقالي 3 سنين، فأكيد في حاجات اتغيرت، بس ما أعتقدش إنها اتغيرت قوي. لكن برضو اعتقد ان المرشد ممكن يكون مفيد لي حتى للتربية والتعليم. اوكي، ده اعادة برضو نفس الكلام اللي كنت بقوله، ان انت تاخد exams، take a lot of exams. يا جماعة، كل ما تحل امتحانات اكتر، كل ما فرصتك في ان انت تجيب 100% او ان انت تطلع الاول على المحافظة او ان انت تحقق الحاجة اللي انت عايزها اكبر واكبر. لما كان واحد بيسألني انت ازاي طلعت اول على المحافظة، فاقول له بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، انا حليت، بس كل اللي انا عملته ان انا حليت الامتحانات اللي على اي مادة مرتين، وفي الفيزياء تقريبا حليتها 3. ف يعني that's it. لو انت فعلا عايز الخلاصة، حل امتحانات كتير كتير كتير، هتحل اكتر كل، وتحاول تعيد عليها. يعني لو انت، انا مثلا فاكر كتاب المرشد مراجعة نهائية فيزياء كان فيه 30 امتحان ل 15 سنة فاتوا، دور أول ودور تاني. أنا فاكر إن أنا 30 امتحان دول حليتهم فعلا قبل ما أدخل امتحان، كانت دي المرة التالتة إن أنا أحل امتحان، مش المرة التالتة إن أنا أذاكر فيزياء، إن أنا أحل امتحان. حل الامتحان كان أثناء ما بتأمني حاجة أرجع أراجعها وهكذا. حل الامتحان مفيد، بيعرفك طريقة الأسئلة، وبيعرفك لو أنت كمان في السنين اللي قبل الثانوي، بيخليك ممكن ما تحتاجش تذاكر، يعني انت بس تقرأ الكتاب وتبدأ تحل امتحان، تلاقي نفسك اوريدي بتحقق ايه بعد ما تحل كذا امتحان، انت اوريدي بتعرف تكتب كويس في الامتحان. اوكي،
بالذات طبعا المواد الشرعيه بينقلوا نصا، والمواد العربيه في الازهر، وان كان بدات السنين اللي فاتت يحصل بعض التغيير في الكلام ده. اوكي، المحور التاني اللي كنت عايز اتكلم فيه، انا قلت لكم هتكلم 3 محاور، اللي هو اجتهد عن نفسك، اجتهد مع الله عز وجل، واجتهد عن اسم. المحور التاني اجتهد مع الله عز وجل. سريعا سريعا طبعا، يعني مشايخنا والناس دينها طبعا اقوى منا، هم اللي عرفوا يتكلموا في حاجه زي دي. فسريعا بس هحاول اقول حاجات سريعه. الصوره دي انا جايبها ليه؟ عشان فيها الراجل بيصلي في المسجد، وده اللي انا عايز انبهه هنا. كونك في ثانويه ده ما يمنعكش ان انت تبقى تسقط من حياتك الواجبات الرئيسيه اللي انت مطالب بيها في الاخره. يعني انت في الاخره هتتسأل انت ليه ما صليتش في جماعه في المسجد. فكونك راجل انت محتاج ان انت تصلي في المسجد، وده كمان صار جماعه ليها فوائد تانية. يعني ايه؟ حتى ليها فوائد في الثانويه، ان هي بتكسر المود بتاع المذاكره، فانت بتلاقي نفسك غيرت المود. كمان بتجدد نشاطك، بتعمل لك تهيئه نفسيه محترمه تخليك لما ترجع تذاكر بتبقى جاهز للمذاكرة بطريقة كويسة. اوكي، ليه انا جايب دي؟ لان احيانا البنات بينسوا ان هم مطالبين زيهم زي الرجالة بالصلاة. يعني كونك بنت ده مش معناه ان انتي مش مطالبة بالصلاة، بالعكس ركزي. انا صراحة ماليش اخوات بنات، فما اعرفش هل مثلا البنات في البيت ممكن يصلوا مع مامتهم في جماعة ولا لأ، وهل ده بيبقى شيء ليهم يعني كويس نفسيا زي الصلاة في الجماعة في المسجد للرجالة؟ معرفش، لأ، بس أعتقد هتبقى فكرة كويسة. طبعا اسمع كلام أبوك وأمك، وإلا هتلاقي نفسك لبست في الحيطة في آخر السنة في الامتحان. القرآن كان من ضمن العادات الجميلة اللي ممكن اي واحد يعملها، ان هو يبدأ دايما اليوم بتاعه بورد يوم من القرآن. ده سواء ازهر او غير ازهر، لكن كونك ازهر ده مش بس بيبقى كنوع من بدء يومك بالبركة وطرح البركة في يومك، لا، ده كمان ممكن تستخدمه كمنهج. انت ما تنساش ان انت في اخر السنة عندك منهج من القرآن هتمتحن فيه وعليه درجات، وممكن الدرجات دي تفرق معاك في دخول الكلية اللي انت نفسك فيها. فليه ما تبقاش من اول السنة حاطط جزء من الورد بتاعك، بيبقى جزء من المنهج، بحيث ان انت تخلص مثلا على نص السنة وكمان تبدأ تراجع عليه مرة واثنين وثلاثة. ده مهم جدا جدا. اوكي، بس عايز انبه على حاجة هنا، سواء ازهر او تربية او تعليم، يا ريت يا جماعة بالله عليكم، يعني لما تيجي تقرأ قرآن يبقى بتدبر وفهم. يعني ما تقرأش بس لمجرد القراءة وتحصيل حسنات، وان انت ايه يا رب انا قرأت اهو بقى، فايه فخليني بقى افهم النهاردة. اوكي، بس حاول تفهم الله عز وجل عايز يقول لك ايه في القرآن. يعني مثلا 99% من الناس اللي بسألهم يعني ايه ومن شر غاسق اذا وقب، اللي هي في سورة الفلق، اللي هو اوريدي تالي تاني سورة حفظها في حياته، ما يبقاش عارف يعني ايه ومن شر غاسق اذا وقب. هل انت عارف او هل انت عارفة؟ اوكي، ومن شر غاسق اذا وقب معناها ان انت بتستعيذ بالله عز وجل من شر الليل اذا اظلم، لانه بيبقى ممكن في حاجات وحشة زي الصحراء وما خلافه، يعني فمن شر الليل اظلم وهكذا. فانت ممكن وانت بتقرأ قرآن ان انت يبقى جنبيك كتاب تفسير، في مصحف اسمه التفسير الميسر، في حاجة اسمها المنتخب في التفسير. الحاجات دي ميسرة جدا وممكن أي حد يفهمها، لكن ده هيفرق معاك في حياتك ويديلك طاقة جميلة. كمان لو أنت أزهر ده هيساعدك إن أنت تحفظ الآيات بسهولة. أوكي، آخر حاجة بالنسبة لمحور الاجتهاد مع الله عز وجل، إن أنت ادعي كتير جدا جدا جدا. الدعاء سلاح رهيب، وانا برضو كنت بعتبر ان ده من الاسباب الرئيسية في التفوق في الثانوية، ان انت تدعي، بس تختار الوقت الصح وتختار المكان الصح
وتختار الناس الصح اللي يدعوا لك. الوقت الصح يعني معروف دايما الاوقات المستحبة للدعاء زي الثلث الاخير من الليل، زي السجود الى اخره. تختار المكان الصح ان انت تبقى في المسجد، ما تبقاش انت اصلا مكسل وصليت في بيتك. و يعني طبعا الله عز وجل ممكن يستجيب لدعائك، بس انا بقول لك انت تخير المكان الافضل. كمان تخير الناس الصح، يعني والدك والدتك هيدعوا لك بحرقة وبرغبة شديدة، فالله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأنت لو أنت مضطر ووالدك والدتك، فأنت نقي الناس اللي بتحبك واطلب منهم إن هم يدعوا لك، لأن الله عز وجل بيستجيب للدعاء وهيحقق لك اللي أنت نفسك فيه إن شاء الله.